وقف رجل اليسرى فرصة لفائدة الحسين انتظر الدعم والمساندة يبحث على الانسلال شوف المحاولة العرضية الوحدة الراسية من شديد تتاح الفرصة أخطاء كثيرة للدفاع ديال فريق حسني أكادير هذه محاولة مرة أخرى بوسط اللاعب أوك من الجهة اليسرى خطيرة وفرصة تضيع لفريق حسني أكادير ربما شوفوا هذه المحاولة عودة تمريرة كانت خاطئة من مهدي مفضل مشات عرضية خطيرة أبرز فرصة لفائدة فريق حسني أكادير بدي أوك غادي يواجه جوج اللاعبين غادي مرة بدي أوك ممتازة قوية فوزي عبد الغني فوزي عند أوك ما كاينش تسلل أوك شادي عمل تيمرة حكم إمكانية البشرية فريق جيد وبإمكانه أي لحظة أنه يشابه العديد من الفرق احنا كنتابع كره مميزه شميله مباشره الى خير من دفاع فريق شريف الحسيمي تمشي للحسنيه في الجهه اليمنى التقدم من بديع خطيره بدر كشاني فرصه الضربه الثابته جلال الدودي كيلعب كره كتلمس الحائط دائما الخطوره جبران راسيه وتدخل ممتاز ديال الحارس يحيى الفيلاني ردد المراوغات ديال بديع اوك شنو غادي يعمل مراوغه من جديد رفع الكره هذه فرصه خطيره من جديد راسيه وتدخل الحارس زوين العروبي كانت راسيه بعد ذلك المدرب محمد فقير بلقبين تاريخيين هما الوحيدان للفريق داخل مشواره الكروي كره رفيعه للبركاوي راسيه البركاوي حارس مرمى الحارس للاعب بالاحسن كتمشي عند يحيى جبران للجهه اليمنى عند بديع اوك تجاه لاعب كريستيانو هدف ثاني بوسط بديع اوك كانت محاوله بعثوا على المرتد هجومي فرصه امام حسن اكادير بديع اوك وجه لوجه مع الحارس عبد الحميد حمدش عمل بديع اوك وكيضيع من جديد فرصه والحكم كان اعلن على لمسه يد بالفعل كان عبد الخالق حميدوش تضيع كتمشي الفريق الحسني بديع اوك هذه في الخطوره التدخل اجمل من الحارس ياسين الحظ يصف هذا بلال اوك او عفوا بديع اوك بديع اوك في الجهه اليمنى هذه في الخطوره في الخطوره في الخطوره في الخطوره فرصه ضايعه للحسنيه ونشوف الهجمة المضادة مشات لي بديع اوك بديع اليوم يبدع في التمرير بهذه الطريقة تشميلة كيكون خارج يعني التمرير او المراوغة فوزي عبد الغني كيرفع الكرة كتصل الكرة لبديع اوك بديع اوك يسدد سدو جميلة وردة فعل اجمل من ايمن ماجد فرصة كانت مشى المهدي اوبيلا في وسط الميدان كيمرر عند بديع اوك عنده امامه مساحة بامكانه انه يدخل بديع اوك تسديدة ولكن في يد الحارس مختار مجيد المباراة فريق الحسنية حاول ما كانش هناك تسلل وفرصة من اجل تسجيل الهدف وبطل هذه المواجهة امسيف ابن الان على الحسنية على الممرات ممتازة عند بديع اوك دخل داخل المعتق شوية عمل بديع اوك وسديدة وتدخل ديال الحارس نور الدين بلبولي مرة أخرى ولكن الكرة يعني شي عند لاعب مترجي في اتجاه اوك اللاعب اوك بديع اوك وارد بروني الفريق حسنية أكادير يمزج ما بين الحمل من بحث مستمر لحسنية أكادير عن الهدف الأول في هذه المباراة تمريرة هدف لأنه قلت أن حسنية أكادير يبحث عن الهدف كرة صفو هذه المقابلة مشى البركاوي تعطي كرة بديع أوك ينطلق وحول المرور ما كاينش ضربة جزاء الحكم قريب من العملية يمكن نقول صبري ما هي الإضافة التي سيقدمها لفريق الحسنية أسلوب أكيد يدخل في فلسفة المدرب عبد الهادي السكيتيوي وسيتم الاعتماد عليه بشكل كبير صمد تمريرة لبديع اوك بديع كيبحث على الانسلال بديع بحث على التمريرة هذه شميلة من جانب الحسنية خطيرة من جانب